راه جاي زعما الخضر راه بغا يدي التليفون زعما زعما والو نقعره يديه نشعله راك تهدد اي صاحبي اي ما تهددهش اي هاك اي ما تهددهش اي ما تهددهش بالسلاح اي ما نمشي حرب ما تهددهش بالسلاح ما تهددهش بالسلاح ما تتخلعني بالسلاح ما تهددهش ما تهددهش ما تهددهش هدالي ما تهددهش انا نقول لك انتوما اللي بروفوكي عليها تملي انا نقول لك ما تهددهش بالسلاح ما تهددهش ها هو الدليل هنا ها هو الفريق ها هو الفريق ما تهددهش عقل عليا مليح ها عقل على ملتي مليح تهددها بالسلاح حتى علاش بدا السلاح السيد بغيتيني على السيد عزيز الشيخ الشيخ وين نهضر معاك الشيخ الشيخ وين نقول الشيخ الشيخ ما يهددهش ما يهددهش السلاح علاش ما يهددهش راه مباشرة مباشرة الناس راه تشوف راه تشوف راه تشوف ها مالك مالك ها اقسم بالله مالك انتوا باش تجيو مع انتوا باش باش يوقفوا مع الشعب ضربوه باش يوقفوا مع الشعب ضربوه ماشي عيب عليك عيب عليك عيب عليك انا كنت سلكوا غير السميه اللي ما يسواوش الناس اليوم تشعل اليوم اليوم تشعل اليوم اليوم تشعل بغاو تشعل تشعل ويا عقل على هاد البوليسين عقل على دين امه ايه قالوا غير الشعب سلكار ضربوه هذاك كان هاد النقش هذا اللي في السيفي واه نيكم مو حجر النمر ها اي تصار راه يضرب نورمال ايوا ايوا الاخضر ايوا الاخضر واه ايوا ايوا الاخضر يا خلي اسمع اسمع اي ارواح واه 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 تصور تاع كاينه تاي تاي صوروا 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 قال لي املي واه وقف هنا ها هذه هي الجزائر هذه هي الجزائر حدا ها صور على بالي على بالي على بالي نصورها بالدليل بالطراب الناس راه تعلق ها الناس راه تعلق ها اوا داك اللي تحتك ولد الحرام كلاب صور دين امك انا بغيت يدي التليفون انا بغيت يدي التليفون انا بغيت يدي التليفون عاد طفيت التليفون انا نقول لك هات شي حجره والله ما شديت التليفون عاونوا جماعة صاحبي عاونوا صاحبي الأخضر أه هو الأخضر على بالي أنا بغيت التليفون أنا عيطت لحنيفي قال لي حنيفي غير درك التليفون هادي دولة هادي الاخت نزور المخيمات باش تنقل الحقيقه. الحاجه الثانيه اللي وريته المخيمات صحيح
في ظروف صعبة وقاسية جدا. سؤال. ظروف قاسية جدا. سولي كان نسول نسول. إذا سولت نوكري مش لسنا. لا نسول مزلي. المخيمات في ظروف قاسية جدا وصعبة. لكن السؤال الكبير اللي لازم نجيب عليه كاملين، لماذا المخيمات في هذه الظروف؟ ما هو السبب؟ السبب هو الاحتلال المغربي لأرضه. شكرا الأخ. شكرا. بس بليز خلينا ناخذ كل الأسئلة وبعدين المتحدثين بيجاوبوا عليها تبعا. ناخذ كل الأسئلة بليز. داهي تفضل أخي. أولا على كل حال كل تدخل سابق يفرض عليك تتكلم على شيء من يعني رقمك تتكلم عليه. فعلا هو الموضوع موضوع حقوق المرأة وحقوق حقوق الإنسان بصفة عامة. وحقوق الإنسان كما قالت الأخت اللبنانية هو ما يمكن يذكر هذا الحق إلا ما انكر أي الأرض اللي عليها ومن ارتكب الانتهاك لحقوق الإنسان. وفي الوضع في الموضوع اللي نتكلموا فيه هي احنا هذه المخيمات احنا بنات علينا كنا فيها، واي انسان يقول على انها ما ارتكبت فيها انتهاكات حقوق الانسان هو اما ما يسمع ولا ما يشوف. احنا كنا في المخيمات وبالتاكيد عن هذا الفيلم ما جاب نسبه 5% من ما كان يرتكب في المخيم. سؤالي هو هل يمكن الاخ قال على انه مفتوحه، احنا امس في واحد الندوه وفي مدرج كلية تونسية قلنا وجهة نظر وتعطينا، واليوم وهذه الخيمة محسوبة على المغرب وفيها الجماعة اللي تتكلم ونعطالها الميكروفون وإحنا الخيمة اللي عندهم ما نقدر ندخلوها وعندهم الكلام. لا اسمح لي ما نقدر ندخل. حنيني ما نقدر ندخل. خمشور ما يمكنش يعود فضاء نقطة نظام ما يخليك رئيسة الجلسة تتحكم في الجلسة. احنا جلسة ديمقراطية رجاء يلي مش رح يلتزم بالدقيقتين او مش رح يلتزم بوقت انتهاء مداخلته يغادر القاعة. هناك رئيس جلسة. اوكي السلام عليكم. انتهينا المداخلة الاخرى. السلام عليكم ورحمة الله. تحية للجميع. تحية للأخوات الثلاثة. تحية للأخوات الثلاثة على كلماتهم القيمة. أول شيء إحنا بعد كاع إحنا كمغاربة نؤمن بحرية التعبير وعندنا حرية التعبير ولا عندنا مشكلة حرية التعبير. ومرحبا بالجميع. بالنسبة لمداخلة الأخت هو إذا فعلاً قالت لأنه المظاهر في لبنان، لأن تكلمت بصفة عامة، لأنه مشكل حقوق المرأة أو القانون للمرأة في لبنان. ولكن يجب أن نذكر ولا نبخل في أن نقول حقوق المرأة في المغرب، لأنه المرأة في المغرب كتتمتع. فبالنسبة للمغرب فهناك العديد من المكتسبات في جانب الحقوق المرأة، وهناك اعتراف كبير بالدور الهام للمرأة التي تؤديه الحركة النسائية والمنظمات الغير حكومية في كافة أنحاء العالم وبرعاية صاحب الجلالة. سؤال رجاءً، لأنه ما سمحنا للبقية بأي حرية التعبير في اللون. سؤال قلنا سؤال. معلش اسمحي لي. زاد ناس. الأخت إلهام. الأخت إلهام بغينا سؤال. معلش أنا سأتكلم في سؤالين في شقين.
انا لما شفت الشريط اللي عرضته الاخت هو شهد شاهد من اهلها، بمعنى ان هادو كانوا في البوليس وهم يشهدوا. انا اسال سؤال ابي اسال لو سمحتي. الديمقراطية اسمعيلي، ونختلف في الراي ولكن اسمعيلي وعبر عن رايي. يا اخي فاقد الشيء لا يعطيه. هالناس موجودين في الجزائر، اوكي، موجودين في الجزائر. الجزائر هي اللي تحتضن هؤلاء الناس. الجزائر هل فيها ديمقراطية؟ حتى الباب، احنا المغاربة مش مفتوحة لنا حتى الجزائر، فما بالك تندوفوا شي تاني. المسألة الثانية، اسمح لي انا بسأل سؤال، انا بسأل يا اختي، بسأل بليز. احنا اللي عم نحكي، انا بسأل، احنا بنتحكم مش الحضور. انا بسأل يعني المجال حقيقي، لكن الاسئله توجه الى الى الى, الى, الى المتحدثين وليس الى الجمهور. رجاء يا اخي، سؤال انا سأسأل سيدتي. انا اريد ان اعرف هل تحترم حقوق الانسان في الجزائر؟ البارح الوفد الجزائري منعوا دخول شباب الى تونس خوفا من ان الثوره التونسيه تبلغ للجزائر. احنا المغرب فتح الابواب، يعني انا اريد ان اسال هذا سؤال. سؤال ثاني، عندما نتحدث عن حقوق الانسان ونتحدث عن حقوق المراه لابد من استحضار التجربه المغربيه. اريد ان اسال الاخوات من المغرب ماذا فعلت المبادره الملكيه للتنميه البشريه في تنميه النساء في المغرب؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، ماذا جاء بالدستور؟ مبدا المناصفه الذي نص عليه الدستور والذي ارتقى بالمراه المغربيه، ماذا قال هذا الدستور؟ عندما انا اسال يا اخي وما اسالش، اسال، خلينا اسال، اريد ان اعرف ماذا يقع في المغرب. اوكي، نكمل الاسئله. المداخله اللي بعدها. انا بسال ناس. بالنسبه ناس. اوكي ناس. وصلت ناس. المداخله اللي بعدها رجاء. دخلت عائشة، مين اللي سجلوا أسماءهم؟ اللي سجلوا أسماءهم. السلام عليكم، معكم الدكتور طالب ويا معين، واحد من أبناء الأقاليم الجنوبية ومن مواليد مدينة العيون. ولدي أنا كذلك بخصوص ما قيل، يجب أن نكون صادقين. عندنا حقيقة، أنا كنت مع السيد غير أن ما مبطينا، غير منين رفعنا أصبعنا قالوا لي يتكلم واحد منكم فقط، أنتم كما غاربة صحراويين جايين هون، هذا الشيء واقع. قالوا يتكلم منكم واحد، ومع الأسف التونسي هو اللي كبر الكلمة. لمجرد ما انتهى الأخ تعرض يعني لنوع، وقع واحد الاندفاع شعور قوي. لا اتونسيو، هذه الحقيقة، تحمل المسؤولية. سؤال رجاء، سؤال. المداخلة ديال الأستاذة كانت تقنية بزاف. سؤال. المداخلة ديال الأستاذة كانت تقنية إلى أبعد الحدود وقيمة جدا، غير ورد فيها واحد دوكيمون بغيت نطالع عليه إذا كان ممكن. هو دوكيمون ستولن. اوكي، الله يجزاك. او اعطينا عليه لانه يمكن يفيدنا. C'était technique parce que moi je suis juriste. Je voulais justement, parce que comme le policier voulait dire, les camps sont ouverts, il y a le droit. Mais pourquoi je suis rentrée très à la canon d'Aoul, à la Hurot à l'Ajin, parce que Moïm Tarfo Kadaknas, ils sont reconnus comme l'Ajin ou un homme de canon d'Yalhom. Donc c'est pour ça très le canon, les Daroui ou Stolen, manquent les bras, les références. نعطيكم لي ريفيرونس على دوكيمون ولا ولا لا كونفونسيون دو جنيف جو بو لا ديستريبيو اللي بغاها موجوده. وسو كونسيرن لو ريسونسمون كونسيرن لي زابيتون لو ريسونسمون فو كون دوف لو ريسونسمون اوسي فو جو فو انفيت ا فوار لو رابور دو سيكريتير جينيرال دي ناسيونز اوني كي ا فاي ديموند ريكونيسون. ميرسي. اوكي، حنجاوب على الاسئله كلها في الاخير. بس الاستاذ لابس اسود، انا وعدته انه حيحكي علشان يكون في تكافؤ بالمداخلات. ما عارفك عايش. تفضل استاذ دايتين. شكرا للبنانيه. انا ما نطرح اسئله على الاخوه المغاربه. تطرح اسئله علينا. نطرح على اللبنانيه. نطرح الاسئله على الاخت اللبنانيه، لان وجهه النظر المغربيه نعرفها، والاخوات المغربيات نعرفها. ما نطرح لهم اسئله ولا نتكلم معهم. السؤال الجوهري المهم، علاه الاخت اللبنانيه طارت من مشرق الارض الى مغربها
باش تظهر انتهاكات المزيفة اللي جات في شريط معبد ومظلم. أنا جاوب. حاني نكمل. أنا طارح للبنانية. طارت من المشرق عن الاغتصاب في سوريا والاغتصاب في لبنان والاغتصاب في فلسطين وفي دول المشرق العربي. طار من المشرق العربي طار شو المغرب العربي. هذا سؤال شو هاي؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني. أنا بس أرجع وقت لبنانية. أنا حجاوب أنتم كذلك معكم صار جاني إسباني أخبارهم منكم. قول عيشة قول عيشة عيشة أوكي. بس دايقين أخي بس علشان الأخت دعيمة بدها توضح موضوع السولر. أنا بس حجاوب بشكل سريع. عيشة سلامة. Je voudrais juste dire que la personne qui dit pourquoi une personne de Lebanon vient au Maghreb, la violation des droits internationaux est un droit universel. On ne devons tous les défendre quel que soit le pays. Vous devez, voilà, c'est un droit universel qu'on doit protéger tous. كرن لحضوركم هو هذا المكان مش مكان عشان استعرض فيه شغلي، لكن انا مسؤولة اللقاء الشباب اللبناني الفلسطيني، بشتغل على المخيمات الفلسطينية في لبنان وعلى الحوار وعلى الغاء الصورة الامنية الموجودة على الفلسطينية. هذا حاجة. ثانيا بالنسبة للاخوات السوريات، انا ندعيك تدخل الفيسبوك عندي وتشوف شو هي الوقفات الاحتجاجية اللي عملناها في بيروت في قلب العاصمة على موضوع انصاف اللاجئات السوريات وكل الانتهاك اللي عم يتعرضوا له من النظام ومن الجيش السوري الحر. هذول انا عملتهم. اما بالنسبه لموضوع الصحراء فهو انتهاك مثل بقيه الاشياء، مثل ما شاركت في مؤتمرات في كل الدول العربيه وحكيت عن كل قضايا الصحراء واحده منهم. وكمان بالنسبه للفيل، هذول الاشخاص مش عندي، هذول الاشخاص انا عائدين من المخيمات مسجلين بالصليب الاحمر وشهاداتهم موجوده موثقه وادلوا بها بالامم المتحده. فبالتالي انا هذا الشريط مش من عندي، هذا الشريط العائدين. وبالنسبه لزياره المخيمات، انا راسلت من خلال شخص صحراوي كان موجود في بيروت بيعمل انترنشيب زمالة بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية، وتراسلت معه وأعطاني إيميل زوجة عبد العزيز وزيرة الثقافة عندكم، وراسلتها مرتين، وكان الرد إنه تقرصنت يومتها صفحاتي على الفيسبوك وتعرضت لأبشع هجوم وتم التحويل الصوري. هذا هو الرد اللي جاني، ما جاني أي رد آخر. وأنا مستعدة لزيارة المخيمات. بوركم شكرا لحضور الجميع. مرحبا يا عيسى. شكرا، لقد أنهينا الندوة. برافو.